اهلا بنات، صافا لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم الزوينين. ان شاء الله دابا غنشارك معكم واحد الفيديو زوين اللي كيعجبكم. غادي نشارك معكم بعض المنتوجات اللي كنا غالطين فيهم، اللي كان يصحفنا انهم حلال في ليدل، ولقوا اننا كناكلوا بزاف نتاع الحوايج اللي فيهم سوا الكول او سوا الجيلاتين نتاع الحلوف نتاع لو بور. المهم غادي نبدا نمشي نوريكم لي بزاف نتاع المنتجات اللي فيهم الكول، وباش هكا تستافدوا حتى نتوما. يلا كومونسيو الفيديو. مثلا هذا المادلين البنات، ها هي هادو، شوفوا عندي لكم زوم، ها هي هادي الكول كونتيان دالكول. دونك هاد لي مادلين ها هما هادو نتاع ليدل فيهم الكول. في هذا؟ هذا ما فيش، هذا فيه مكتوب هنا فيه هادو شكوا لا مارك، هادي جون بيير. هاد لا مارك جون بيير البنات كاملة، سوا في لي بريوش، سوا في الخبز، سوا في لي مادلين، سوا كل شيء فيها الكول. قلت لكم البنات لا مارك جون بيير، ها هي دا نوريها لكم باش هكا تبقاو تشوفوها، حيت راها باغتو. ها هي دي في لي كرواسون، هادي جون بيير هادي بالاحمر، هادي في الخبز ديالها، المادلين ديالها، لي كروسون ديالها، الكاطو ديالها، كلشي كيكون فيه كونتيا دالكول، كلشي كيديروا فيهم الشراب. ويبان لي حتى هاد سوندي، غنوريكم نتاكد من المعلومه، نشوف لي زانغريديون نتاع الاخرين ونوريكم ونقول لكم. هادي غادي تقولوا ما فيهاش ديك الكلمه واه الكول، ولكن فيها هنا مكتوب روم. واه باردون، وهذه سي لا مارك جون بيير، البريوش تاع جون بيير سي سا. نو وي هذه ماشي نفس جون بيير، هذه حاجه اخرى. اه هذه سافور دو ريجيون. فوالا شي مرات ما كيكونش فيهم مكتوب الكول، مي كيكتم كيكون مكتوب هذا غوم. عاد الكول كتقولي قدي الكول، مي غوم سي شرب شرب، غوم سي حتى هو شرب شرب. غادي نتاكد لكم من هاد لا مارك، كيما شفتوا راه لقيتها في المادلين، لقيت كونتيان دالكول. غادي نشوفو هاد لي كريب هادو اللي كناخدوهم للوليدات ديالنا، وكناخدوهم حتى لينا بشحال من مرة، حتى أنايا شريتهم وما كنتش كنحضر لي زانغريديون. غنقراوهم ونشوفو واش فيهم ولا لا. بالنسبه لي كريب، بهاد لي كريب ما كاتبينش فيهم بلي كونتيان دالكول، ماشي بحال هذا. غادي نشوفو مثلا هذا انا متاكده حيت كنت قريتها ديجا انه فيه، وغادي نعاودو نتاكدو فيه غراس فيجيتال ديجا. ها هي دي بود الكول، ها هي دي اللي شتوها. فين شتها يا بي؟ فوالا شتو هاد الكاطو شحال كلينا فيه حنايا. هذا كنا كنشريوه ملي جيت من المغرب، شحال كلينا في هذا، هذا كنا نموتو عليه وراه فيه الكول. وهادو نتاع لي فروي اون جينيرال، مي كتشوفو هاد لي فروي كاملين، هاد لي فروي كيكون معسلين فيهم السكر، مي سي با السكر دوريجين، سي مصنوع. دابا هنا مكتوب فيه غوم والكول، فين شتا هنا غوم فوالا الكول، غوم والكول. هادو ديما لي سوغيز، ديما الحاجه اللي فيها السوغيز، ديما السوغيز، وهاد السوغيز كيكون ديما معسل في الكول. غناخد مثلا هاد لي كاطو، هاد لي مادلين بحال هكايا اون فافا. هاي دي شتو كونتيان الكول، كاتبيها لكم بين قوسين. نشوفوا لي غوفر، لي غوفر حتى انا شحال كليت بهم، لي غوفر كلينا بهم. غراس فيجيتال ديجا،
نو ما كتبينش فيهم. هنا نشوفوا هادو. ها هي دي. شو كونتيان الكول. نتا مات في جون بيير. هذا اول حاجه اللي شتو يعني لو سول تريك اللي شتو اللي ما فيهش الكول حيت غير دي بسكوت تختين الرجل قريت هنا ما فيهش الكول ولكن هذه اون جينيرال اون جينيرال هاد لعمه كلشي فيه الكول مي هذه لا هذه يعني يقدروا يشروها مي حتى هذا كي تقرا هذه 110 ولا 110 ولا شي حاجه تبقاو تحكروا كاع لي برودوي ديالها حيت اصلا معروفه لي دل بهاد لا مارك. شنو بغيت نوريكم اخر؟ نشوفوا هادو حتى هادي لا مارك حتى هادو كنت كنشريهم نشوفوا واش فيهم ولا لا. مكتوب جيليفيون جيليفيون وما تقدرش تعرف مكتوب البنات جيليفيون مي ما نقدرش نعرفوا واش جيليفيون بوغ ولا جيليفيون نورمال ولا شي حاجه كاتبين غير جيليفيون ما كاتبينش نتاع من شنو يعني كاع هادشي هادو خصكم ضروري تردوا بالكم هاد الخبز ضروري فيه شحال شرينا منه مكتوبش هاد المره ما مكتوبش جوست با واش بدلوا لا غوسيت ما عقلتك ما كناش نشريوه باس كانوا كاتبين فيه الماتر جون بي ودروك قلعوه مي جوج شي ختم فيهم شي جوج باش ما فهمت باش قلعوه هو على حساب فوالا على حساب لي زغاب باش يشريوه حيت ناس يمكن ما بقاش كتشري المهم ما بقاش فيه هذا مكتوب ناتشو لي بغيوش لي بغيوش عاود الناس كتشري لي بغيوش بزاف نقول نشوفوا هاد البغيوش ونشوفوا واش فيه ولا لا هاهي هادي كونتيان الكول حبسوا حبسوا البنات قبل ما تفرجوا في الفيديو انا عارفه ان كاينه واحد لابليكاسيون اللي سميتها حلال او حرام اللي كتلشارجيوها في جوجل ستور ولا في بلاي ستور كتلشارجيو هاد لابليكاسيون وهي كتعطيكم اي حاجه واش حلال ولا حرام ولكن انا تلشارجيتها واحد المره وما كتبغيش تخدم قليل فيه كتعرف لي غوسيت وقليل فيه كتعرف لي مارك وداكشي باش انها تسكانيها باش توريك يعني كانت كتبلوكا لي مره على داكشي ضروري الواحد يقرا بعينيه باش يتاكد ما غادي يخسر حتى شي حاجه جوج دقائق ولا دقيقه ولا ميم با يشوفها اي فوالا يكون هكا يكون خدا واحد الحاجه اللي يكون مهني بالو فيها غير الناس اللي غادي يقولوا لي راه كاينه لابليكاسيون داكشي ولكن حتى بنادم يشوف بعينيه باش يتاكد المهم نخليكم تفرجوا مع الفيديو غادي نشوفوا هادو هاد لي كومبوت هادو اللي الناس ديما كتشريها لوليداتها نشوفوا شنو فيه اذا بون ما يبان ما فيه والو السكر فواد ما يكونش فيه نورمالمون لا غير نشوف هاد لا غوسيت تاع لي كوكي دابا غنفوتو لكل ما هو دانون هادو لي كريم وهكايا بزاف اللي قالوا لي حياة كاع اي حاجه فيها
400 شي حاجه اللي كتبدي ب 400 كيكون فيها جيليفيون ولا الكول. الوغ البنات كاع اي حاجه لقيتوها دايره موس كوم سا عرفوا راه فيها جيلاتين تاع الحلوف. اي حاجه فيها لا موس دانونات كاملين حنطامهم كاملين اللي فيهم لي موس اللي كيكونوا زعما هكا ياك يعني لا داعي انكم تشريو. فوالا سينو لي ماكارون كذلك فيهم الملفي وحنا كنجيبهم لفؤاد لقيت فيهم الكول ولقيت فيهم الجيلاتين. هاد الملفي نتاع ليدل اللي كتشريهم راه كاين فيهم الكول. جيلاتين ودائما كيكون جيلاتين نتاع الحلوف. فوالا او سينو الشيء الاخر راه اوبليجي راه حرام كاع هادشي اللي فيهم اللحم ديالهم وهكايا هادشي راه باين وواضح. كون حتى هاد لي شوكولا بحال هكا الواحد يقرا لي زانغريديون ديالهم كيكونوا فيهم بزاف د الحوايج زياده. المهم شحال دايره وكاع هادشي البنات اللي كيكون مصبر حتى هو خاصكم تحكروا له مزيان مزيان كاع المعلبات. اصلا المعلبات راه ماشي مزيان مي بون كناكلوهم الله يهدينا على مصلحتنا. المهم كاع هاد المعلبات الواحد بالنسبه للكيتشوب كيتشوب حنا ما كنشريوهمش الصراحه نتاع لي دلني كيتشوب ني مايونيز كاع الكيتشوب مايونيز كيكون فيهم الكول. كيتشوب مايونيز فيهم الكول هذا لي كورنيشون حتى هما كيكون فيهم الكول فيه فينيغر دو فين بلون. وي هذا كاع فين بلون شخطرت عاد مي كيكون الكول كيكون مسلك زعما كتقول يقد ماشي شي حاجه. هذا فينيغر دو الكول يعني الخل الكول. وي الخل ابري كاين هاد الماركه نتاع المايونيز في ليدل وهاد الماركه كاين امورا وهذا كانيا إذا كان فيها فينيغر د الكول توا وهذه مكتوبه فينيغر د الكول هنا لتحت ولكن الفوق فينيغر دو فين بلون. وي توا يعني هذه انتيغدي فين بلون يعني فيها الشراب الحقيقي كاع على الكل نقدروا نقولوا يعني هذا الفينيغر ولا شي حاجه فينيغر د الكول نقولوا الخل فهمتي الخل الخل سميتو فينيغر د الكول ولكن فينيغر دو فان بلون لا هذاك شراب. مهم نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم تكون استفدتوا منه ولو شويه ونردوا البال وتفاصون الواحد يحلل ماكلته ويقول بسم الله ويتوكل على الله وصافي هذا ما كان. ما نجيش نطول عليكم ونقول لكم نبغيكم خير ربي خير ربي تلقاو فين وفوقاش فيديو جاي ان شاء الله. مي شاركوا معايا حتى نتوما لي زارتيكل اللي كتشكوا انهم كاين فيهم شي حاجه وحاجه اخرى الا بغيتوا انني نمشي مثلا كارفور ولا بغيتو نمشي لجيون وندير لكم بحال هاد الفيديو خليوه لي في لي كومونتير صافي وشجعوني بلايك.